عمرو مصطفى يتمنى الزواج من نوال الزغبي. أكد أن زوجته إذا قبلت زواجه مرة ثانية لن يختار غيرها. اعترف عمرو مصطفى بمشاعره تجاه زوجته. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات عمرو مصطفى في الإعلام. عمرو مصطفى له العديد من التصريحات الجريئة. تحدث في أحد البرامج عن رغبته في الزواج من النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وأكد عمرو أنه يحب زوجته وحياتهما الزوجية مستقرة منذ 20 عاماً. وأوضح عمرو أن حبه الشديد لزوجته معروف بين أصدقائه بالوسط الفني منذ سنوات. تحدث عمرو مصطفى عن علاقته بعمرو دياب، وأكد أنه قام بعمل بلوك له على السوشيال ميديا، وأصبح يتجاهل اسم عمرو دياب وكأنه غير موجود على الساحة. علاقة الثنائي سيئة منذ فترة طويلة، لدرجة أن عمرو دياب لم يقدم العزاء لعمرو مصطفى في وفاة والدته. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها الثنائي، تمنى عمرو مصطفى أن يمحو تاريخه معه، وأكد أن أغنية حبيبي نور العين وصلت العالمية بسبب اللحن وليس المطرب. تذكر عمرو مصطفى أول أجر تقاضاه في حياته الفنية، وكان 2000 جنيها فقط عن أغنية خليك فكرني، وعن سؤال لديه أموال عند أي شخص رفض الحديث عن هذا الأمر، وأكد أنه مسامح كل الأشخاص ويتمنى أن يتركوه في حاله فقط. عمرو مصطفى يستعد منذ 2 عامين لطرح ألبوم جديد، وأكد أنه قام بدراسة السوق وتعرف على ميول الجيل الجديد وسيقدم مزيكا جديدة ومختلفة. أكد عمرو مصطفى أنه لا يوجد أي شخص غالي في حياته سوى أمه، وأنه بعد رحيلها لم يعد لديه أي عزيز غير زوجته وأولاده، وبعدهم يأتي الجمهور الذي يسعى لتقديم كل ما هو جديد ومميز لأجلهم. وعن تصدره ترند السوشيال ميديا بسبب كلمة في رمضان، قال أنها جاءت صدفة غير مرتب لها وكان توفيق من ربنا، وكشف عن سعادته بتواجده في أجيال مختلفة من خلال المزيكا والأغاني. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.